اليوم البصرة كانت اهتمام البرلمان ومشروع يتحتم مشروع تحلية المياه، مشروع يتحتم إضافته للموازنة بقيمة 400 مليار دينار. 100 نائب وقع راح تضاف 400 مليار دينار لتحلية مياه البصرة وإنشاء منظومة كهرباء. توقع؟ نعم، تم الاتفاق بأكثر من 100 نائب في مجلس النواب على هذا القرار، وهذا سيسهل لوصول الماء العذب والمحلى إلى جمهورنا في البصرة في محافظتنا العزيزة، وكذلك مستشفيات لعلاج الأمراض السرطانية. لكن نتأمل في أي وقت ستصدر هذه وستبنى وستقطع وقت أهل البصرة راح يذوقون هذا المي اللي نتكلم عليه. مجرد ما تقر الموازنة. كم موازنة وكم سنة؟ زين، أنا قبل الختام أريد أعرف منك، أنت قلت للسابع تقر الموازنة. أتوقع السابع بعد السابع. دكتور موازنة ولا موازنات؟ اللي بدي أحكيهم بيها هسه. اللي راح تصير من 3 سنوات، شو نسميها؟ موازنة 23 تقر بعد 15/7. بعد 15/7. أما ما يسمى بالموازنات الثلاثية فلن تقر ولن يصوت، وإن صوتت فهي مخالفة دستورية. زين، تعتقد لن يصوت لأنها مخالفة دستورية أم هناك حرص وطني من قبل الدول؟ لا لا، هو ليس، هو اتفاق سياسي على أن هذه الحكومة يجب أن تمضي لمدة 4 سنوات، فبالتالي يجب أن تقر موازنات لهذه الحكومة ل4 سنوات قادمة. ولا يعترضها شيء؟ اكيد، لانه عندنا تغييرات راح تصير بمجلس النواب، فما نريد انه تاثر على السنه الجايه حتى تصير قرارات. طيب.